أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. مركز استخباراتي أمريكي يرسم صورة عن مستقبل العراق ودور إيران ومآلات الوضع فيه. نشر مركز سترافور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية تقريرا أقرأ فيه تطورات الأوضاع في العراق وتوقعات مآلاتها. وجاء في التقرير أن أعمال العنف الأخيرة في بغداد تضع ضغوطا إضافية على الأطراف الفاعلة في البلاد، بما في ذلك إيران، لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ ما يقرب من عام. ومن غير المرجح أن تتوصل الفصائل الشيعية المتناحرة إلى حل وسط في أي وقت قريب، مما ينذر بمزيد من العنف والاحتجاجات التي قد تؤدي في النهاية إلى تعطيل صادرات النفط الحيوية للبلاد، وتظهر الاشتباكات أن العنف قد يكون الحل المناسب للعراقيين المحبطين في فشل قادتهم المستمر في تشكيل حكومة جديدة. وحسب تقرير سترافور، في هذه الأجواء لا يمكن للنظام السياسي العراقي أن يرعى عملية انتقال سياسي بشكل سلمي، كلما تزايدت مساحة العنف على حساب الحوار كان من الصعب على الحكومة أن تعمل بفاعلية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تأجيج المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. قد تسعى إيران إلى خفض التوترات بعد الاشتباكات الأخيرة، ويمكن لطهران أيضا أن تدفع الإطار التنسيقي للتوصل إلى حل وسط مع الصدريين، بما في ذلك إمكانية إجراء انتخابات جديدة. تتمتع إيران بعلاقات وثيقة مع المؤسسة الدينية في النجف، والتي لم تعلق حتى الآن على أحداث العنف الأخيرة في بغداد. وإذا أصدر هؤلاء الزعماء الدينيون بيانات تدعو إلى التهدئة، فقد يؤثر ذلك على أصحاب المصلحة السياسيين، بما في ذلك اضطرارهم لتقييد تحركات أنصارهم ولجم سلاح الميليشيات. ومن غير المرجح أن ينخرط العراق في حرب أهلية واسعة النطاق، لكن من المحتمل حدوث المزيد من الاشتباكات العنيفة، وقد تخاطر بعض الميليشيات بفقدان رأس مالها السياسي إذا شنت هجمات أوسع ضد الجيش العراقي. لذلك من غير المرجح أن تتصاعد أعمال العنف لتتحول لصراع أهلي شامل. دفعت إيران وكلاءها للتمسك بموقع قوي في محادثات تشكيل الحكومة، لكنها لا تريد أن ترى فراغاً واسعاً في السلطة في العراق، مما قد يهدد مصالح طهران وسنوات من بناء النفوذ في البلاد. وبحسب المركز الأمريكي الذي سلط الوضع الحالي الضوء على حدود سياسة حافة الهاوية التي يتبناها الصدر، وكما يتضح من الاقتحام الأخير للقصر الرئاسي، تخلق التكتيكات العنيفة لأنصار الصدر رد فعل شعبي معاكسا يضر بقدرة الصدر على الانخراط في حوار مع أصحاب المصلحة الآخرين. لذلك قد يتجه الصدر للبقاء بعيدا عن الأضواء السياسية لبعض الوقت، والتركيز أكثر على دعم مؤهلاته الدينية، مما قد يزيد من جاذبيته الشعبية بين بعض أتباعه الشيعة المتدينين. ومن المرجح أن يتطلب حل المأزق السياسي الحالي تخلي الصدر أو الصدريين أو الإطار التنسيقي عن أحد مطالبهم الرئيسة لتشكيل الحكومة المقبلة، مثل من الذي يجب تسميته لمنصب الرئيس، أو هل سيتم التجمع معا في كتلة أكبر، لكن الأمر قد يستغرق شهورا قبل التوصل إلى مثل هذه التسوية. فشل قوات الأمن العراقية في السيطرة على الميليشيات غير الحكومية والمتظاهرين الغاضبين خلال التصعيد الأخير في بغداد ينذر بعدم قدرتها على كبح جماح تفشي العنف في المستقبل، مما يبقي خطر اندلاع أعمال عنف متفرقة عاليا على المدى القريب. وسيستمر ذلك في إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب من أن العراق قد يتجه إلى فترة طويلة أخرى من عدم الاستقرار على نطاق واسع، مما سيخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي في العراق أيضا. وبحسب التقرير، تهدد الاضطرابات المتزايدة بتعطيل صادرات النفط العراقية، وقد امتدت احتجاجات 29 من أغسطس آب التي نظمها أنصار الصدر إلى مدينة البصرة الجنوبية التي تضم غالبية صناعة النفط في البلاد وتستضيف عددا من المشاريع المملوكة لأجانب. ولم تؤثر الاضطرابات حتى الآن على صادرات النفط العراقية، لكنها قد تؤثر في المستقبل إذا استمرت الاشتباكات والتظاهرات، مما يفاقم مشاكل العراق الاقتصادية.
يقول الكاتب وليد الزبيدي ضمن سلسلة مقالات عن الغزو الأمريكي للعراق ومقاومة العراقيين له نشرته صحيفة الوطن: عندما أراد الأمريكيون والبريطانيون غزو العراق فقد وصلتنا صواريخهم بسرعة البرق لتقتل وتدمر وتسفك الدماء. أما الآن فنسمع كثيرا عن ما يسمونه بالمساعدات للعراقيين، وهذا عبارة عن كذب يروج له إعلام وصحافة الاحتلال ولا يوجد منه أي شيء على أرض الواقع. طبعا هناك استثناءات تكاد لا تذكر بعد أن وزع البريطانيون بعض المساعدات في مدينة البصرة في جنوب العراق في تلك الفترة، وهنا نتحدث عن بداية صيف عام 2003 أي شهر حزيران يونيو وشهر تموز يوليو. واصلت وسائل الإعلام الأمريكية والتابعة لها والموالية لبرنامجها ضخا إعلاميا هائلا عن المساعدات التي تقدمها أمريكا للعراقيين، وهذا كان كذبا مفضوحا. نتابع. في تلك الفترة برزت ثلاث ظواهر: المساعدات الأمريكية المزعومة للعراقيين أخذت الصدارة في وسائل الإعلام رغم عدم وجودها، وكانت ليست بأكثر من أخبار تبثها وسائل الإعلام. والأمر الثاني هو اعتقال العراقيين وتعذيبهم وسرقة ممتلكاتهم بعد مداهمة منازل العوائل، وهذه موجودة على أرض الواقع بكثرة وأخذت بالازدياد بصورة هائلة، لكن لا وجود لها ولا أثر في وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية والداعمة لها والموالية لتوجهاتها والمطيعة لأوامر أمريكا. والأمر الثالث هو تصاعد المقاومة العراقية ضد القوات المحتلة الأمريكية والبريطانية وغيرها من القوات التي انتشرت في مدن العراق، وهذا نادراً ما تتحدث عنه وسائل الإعلام، لكن النقل الشفهي لها انتشر بين العراقيين وعلى نطاق واسع. ربما يعتقد البعض أن الأخبار التي نشرتها أمريكا دقيقة بخصوص قتل قواتهم نتيجة لهجمات العراقيين المتصاعدة، وفي الحقيقة أخفوا ذلك وأنها قدمت المساعدات للعراقيين، وهذا كذب ولم يحصل، كما أخفوا سرقاتهم وتعذيبهم للعراقيين. نشر موقع جلوبال فيليج سبايس الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن المتطرفين الدينيين والقوميين المتطرفين في الهند الذين يستخدمون وسائل الإعلام كأداة للدعاية لتبرير أعمالهم الوحشية غير المبررة والعنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى في الهند. وقال الموقع إنه فيما يتعلق بتأسيس وتأطير ونشر الأخبار الكاذبة تشتهر الهند بأنها مصنع تلفزيوني مزيف، فقد أنتجت الهند في الماضي أفلاماً عدة عن الصراع في كشمير، والآن يستخدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي وسائل الإعلام وصناعة الأفلام كجزء من آليات الدعاية لتصوير الأقليات المسلمة على أنها بغيضة وفاسدة، حيث توجد قائمة طويلة من الأفلام في بوليود والتي تستند بالكامل إلى الروايات المعادية للمسلمين والمسيحيين. نتابع. تتبع حكومة حزب بهاراتيا جاناتا وكذلك أصحاب أيديولوجية القومية الهندوسية وقادتهم الدينيون المتطرفون آثار أقدام ألمانيا النازية في الطريق إلى الهند الفاشية، حيث إن الهند في عهد مودي يستخدم فيها المتطرفون الدينيون والقوميون وسائل الإعلام كأداة للدعاية لتبرير فظائعهم وعنفهم غير المبرر ضد المسلمين والأقليات الأخرى. ولن يؤدي توجههم المتزايد لاستهداف الأقليات في أفلام بوليود سوى إلى مزيد من الانقسام في البلاد. ويؤكد الموقع أن بوليود حاليا تستخدم المصالح الأساسية للمتطرفين من التيار الرئيسي، فتؤدي دور وزارة الدعاية المغرضة، ويعمل بها عدد من المخرجين مثل أجينو هوتري كوزراء دعاية لنظام مودي، مما يساعد على أن يبث الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا رسالة مشوهة في جميع أنحاء العالم مبنية على المبالغة والأكاذيب، مما سيضر بسمعة الهند ويؤدي في النهاية إلى الفوضى في الدولة. ويختتم الموقع تقريره بقوله: إنه لا يمكن كسر مأزق صناعة السينما إلا إذا فهم الناس في كل ولاية في الهند دورهم وتقدموا لإيقاف دور وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية في تقسيم المجتمع، ولا يمكن أن يتم تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار إلا بصون حقوق الأقليات. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للصحفي جوش روجين قال فيه إن المفاوضات السامية للأمم أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل بيشليت أصدرت تقريرها الذي طال انتظاره
عن الفظائع الجماعية التي ارتكبتها الحكومة الصينية ضد مسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في المنطقة الغربية من شينجيانغ في اليوم الأخير من عملها. الخلاصة المروعة صادمة، لكن لا ينبغي أن تكون مفاجئة. بالنظر إلى أن العالم يعرف بهذه الانتهاكات منذ سنوات، فلماذا لا تبذل حكومة الولايات المتحدة المزيد لمنعها؟ لم يصل تقرير الأمم المتحدة إلى حد وصف انتهاكات الصين في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية مستمرة، لكن مؤلفي التقرير رسموا صورة مروعة للمعاناة الشديدة لملايين الأبرياء المسلمين في شينجيانغ على أيدي السلطات الصينية. وقرر محققو الأمم المتحدة أن سياسات بكين بما في ذلك الاحتجاز غير العادل لأكثر من مليون من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في معسكرات شبيهة بالسجون قد تشكل جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية. نتابع. الرسالة الرئيسية للإيغور هي أن العالم لم يعد بإمكانه الجلوس خاملاً والسماح لهذه الفظائع بالاستمرار، لكن التوقعات بشأن المزيد من إجراءات الأمم المتحدة منخفضة. ففي المحصلة استغرق هذا المكتب 5 سنوات لتأكيد ما أثبته الباحثون والصحفيون والمحاكم المستقلة بالفعل، إن الحكومة الصينية تجمع بين الاعتقال الجماعي والسيطرة على السكان والعمل القسري بأقصى الطرق، على الرغم من إنكار بكين الشامل وحملتها الدعائية العالمية، في حين فرضت الإدارة عقوبات على بعض المسؤولين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. فإن هناك العديد من الشركات والمسؤولين الصينيين المذنبين الآخرين الذين تتساهل معهم الحكومة الأمريكية وفقاً للبنوك. يبدو أن إدارة بايدن ممزقة بين رغبتها في فعل الشيء الصحيح بشأن حقوق الإنسان وجهودها لإدارة التوترات المتصاعدة مع الصين، لكن بكين تعول على تهاون واشنطن للسماح لها بالتهرب من المسؤولية ومواصلة ارتكاب هذه المظالم، وعليه فلا يوجد وقت مناسب أبداً لمحاولة إيقاف الإبادة الجماعية. نتابع سوياً الرسوم الكاريكاتورية. عينت شركة ألعاب فيديو صينية أول رئيس تنفيذي آلي في العالم، حيث أصبحت السيدة الروبوت تانغ يو على رأس شركة فوجيان التابعة لشركة نت دراغون ويب سوفت، وسيكون الروبوت مسؤولاً تنفيذياً كبيراً في الشركة التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. وتتوقع الشركة أن يحافظ المدير التنفيذي الروبوتي على مجموعة متنوعة من المسؤوليات الرئيسة مع دفع الشركة إلى الأمام. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ديجيان ليو إن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل إدارة الشركات، ويمثل تعيين السيدة تانغ يو التزام الشركة باحتضان استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير الطريقة التي تدير بها أعمالها. وشركة نت دراغون ويب سوفت هي شركة صينية تقوم بتطوير وتشغيل ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول. فقدت بعض الأنهار الجليدية الصغيرة في سويسرا كميات كبيرة من جليدها هذا الصيف وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أجبر العلماء على إنهاء بعض من برامجهم الخاصة بالقياس، حيث أنه لم يتبقى أي جليد. وقال ماتياس هانس الذي يرأس شبكة جلاسموس لقياس الأنهار الجليدية: ما نراه أقوى من أي شيء، اعتقدنا أنه ممكن حتى الآن. وأضاف هانس لوكالة الأنباء الألمانية أن بعض طبقات الجليد في نهر كورفيتش الجليدي في جنوب شرق سويسرا التي تشكلت قبل نحو 7000 عام ذابت أيضا. ويعتمد تاريخ الجليد على قياسات سابقة أجرتها جامعة هايدنبرغ في ألمانيا.
وقال هاس إن برنامج القياس في كورفاتش سيتوقف لعدم وجود جليد في مواقع القياس، وأضاف لذلك فإن الشيء الوحيد المتبقي بالنسبة لنا هو جمع جميع المواد وإزالته. إلى فيديو اليوم الذي اخترناه من مواقع الصحف نتابع. هناك أنواع جزية، جزية مربعات معروفة عند الخاص العام، وهناك لاموس جزية التي تعتبر ثاني نوع جديد التي تعتبر من أجود الجزية التي تمتاز بأنواع وأذواق مختلفة. كانت تمتاز دائما بالعسل الحر، وتقدم كأكلة فاخرة، وتقدم في طبقات مأكولات أو الأفراح أو أعراس اللي كانت تقدم دائما كطبقة برجوازية فاخرة. سر المهنة تاع الجوزية التي كان يمتاز بها العامل بقيت أبا عن جد، ونحن رانا نخدموا فيها ورانا شادين في هذه الصنعة. ونحن كشباب طموح شدينا في هذه الصناعة لكي لا تزولش ومطروحش، ونبقاو شادين في الأصالة تاعنا اللي تعتبر أصالة عثمانية بجوزية بأيادي شباب جزائرية. إلى الختام، في أمان الله.